مساء الخير. حلقتنا الليلة كلها مسرح وفن مع ممثلين بارزين وصديقين عزيزين جدا، عن آخر أعمالهن، عن الحركة المسرحية في البلاد، عن الكوميديا وعن تحدي مؤسساتنا الثقافية في ظل سياسة التمييز المعلنة من وزارة الثقافة، عن العروض خارج البلاد وعن باختصار يا لنا نحكي لبلد مع اثنين بيحكوا لبلد. عامر حريحي المسرحي برز بروزا في عدة أدوار في المسرح والسينما، وحاليا يجوب العالم، يعني يجوب يروح ويأتي ويجيب مع أغراض مع مونودراما طه عن حياة الشاعر الفلسطيني الكبير طه محمد علي. شوفوا قديش المفاجآت كبيرة، المسرحية طه عن مسرحية طه واسمها طه. عامر حليحي أهلا وسهلا فيك في نحكي لبلد. تقطعك ليه خير حياتي. شو تروح تجوب العالم لوين؟ بروح بجيب شو بتجيب؟ ديوتي فري؟ بجيب شوكولاتة؟ ايش بتجيب؟ سجاير؟ جيب ليش ندخنوا معك؟ سيجارة ايش رح جاي؟ حبيبنا حياتي جديدة علي، تقطعك شو آخر مشاريعك؟ أنا؟ أنت عندي تقطيعولوجيا. ايش تقطيعولوجيا؟ تقطيعولوجيا علي خيط لنا علي خي زنيل أخي أهلين. حلو ايش لابس انت؟ كان رايح على عرس. اهلا وسهلا فيك. شو خيا شو عم بصير؟ استنى شوي، في حساب مش مسكر. عامر جايك كله طه. انت لحالك؟ ايه انت لحالك؟ طه انا لحالي. لحالك لدلك تزهكش يا اخي؟ الجمهور بزهق مش انا. عشان هيك انا قعدت هذيك المره حضرت اول شيء. حضرتها؟ حضرتها شوي. شو اكثر شيء عجبك؟ النهايه. شو النهايه؟ ايش؟ انا قلت خلص شكرا لكم. كان أكثر شيء حلو. كان هذا حلو صح؟ كان هذا حلو الموضوع. خيا بس أنت قلت لي وقت كثير أنت شريت تذاكر للعرض. خيا بس أنا زعلان عليك. إيه؟ نعزمنيش على العرض بسنغافورة. أنا مو كنت أدور عليك بسنغافورة. كنت غادي على الزاوي. عندي صحاب. كنت أقطع أكل سنغافوري. هيك قطاط. قول لي شو الأكل السنغافوري؟ يعني عندك عندك مجدرة سنغافورية، عندك نحاشي سنغافوري. طيب بس احنا خلينا شو بتساوي بقعد هناك في عند واحد صاحبي سنغافوري ولا تكون سنغافوري. خلص احنا مروحين يعني. خيا اهلا وسهلا. ليقي اهلا وسهلا فيك خيا. رمضان كريم. اهلا وسهلا ايمن نحاس وعامر حليحل. اهلين مرحبا. وانا بس نحب خيا، هو من اول الدمى اللي عملت عروض اولى، وانت ثاني دمي صح؟ انت يعني في بس دكتور سليم قطعته هذيك. قطعته من النصار الفني. قطعته وشيلي صار عامل كثير عروض يجوب البلاد. هذا خيا مش ديمقراطي شيلي. بس انه انا بدي اسال سؤال محرج، انه وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل دمي في حدا. انا وراء جيش خيا. بقطع مين اللي بحركك انت؟ مين في حدا بحركك؟ انا نشاعري اكيد. انا مش لحالك نشاعري من جوا تحرك. في حدا احنا بنعرف انه في حدا بحركك من ورا، في حدا من وراك انت مش لحالك. عندي ضميري عبطريه ضميري اللي حركني حياتي. نشاعري مين في وراك؟ يعني عيلتي اصحابي جنودي بدك اياه كمان. يعني في واحد شو اسمه الطويل، عارفه؟ طويلة كيف شعراته؟ هيك لك الكيس زي الخروف. عنده ثلاثة أولاد صح؟ إلا هيك تفتح صاحبه بقطعه. شو اسمه؟ هذا نحاس شناس إشي. لا هذا نحاس. أين نحاس؟ قلت لي هذا مش مهم كتير. عندي سؤال لخيّر، بنفع أسأل خيّر؟ خيّر إيش قصة مدريد؟ ذكرت نقطة احنا يا زلمة فلت ايش هيك عملت بصلاح يا زلمة؟ انا صراحة بدي اقول لك شغلة خيي جنيل. انا قلت له للرانوس اليوم الصبح حكيت معاه تليفون، قلت له ليك تعلن للزلمة. شو هلا؟ تصنع القصة ولا بتحكوا؟ اصنع للاخر. قال لي قلت له قطع النار الجاي. انت بلبل بالاسباني يعني؟ انا بدي احكي اسباني. ايه رانوس. ليه احنا بنحكي على تشات؟ على الواتساب. بس كيف يعني باي لغة؟ انرجي. كثير حلو. فقلت له ليش هيك؟ قال لي والله الزلمه طب حكى على امي. بتعرف الانه هني مين حكى على امه؟ هذاكي صلاح.
وين انت حكاية؟ وين انت؟ هديك بديون لا يا زلمة كانوا قاعدين سوا صارنين خلي شو خضارة خيا انت فاهم بس غلط خيا يا خيا قلت لهم انقطعوا ما انت لا تستشير نضروك عليكم واحد ثلاثة واحد واحد؟ هذا واحد اللي عارفوش انا عارفش فيه أخيه خيا انا بعرفش مساوي حدا بزاوية دائمة بالبرنامج خيا انا بقول اجى الوقت تعرف خلص تعطي مجال لغيرك مثلا لإلي مثلا انا بحب خيا انت جاي مع ايمن نحاس الستاند اب كوميديان الممثل والمخرج صار له سنين يشتغل وهي انت ما يعني انت معه انت معه هو يا خي هو لا هاي انا ايده هاي ايدك هذا قطك خي مرحبا خي اقول باي عشان لازم انا ابدا اللقاء معاي شو رايك بالبرنامج ما هو احنا ماشيين مع خي خي اقطع الحكي اقطع الحكي طيب شكرا لك خيا قط البرنامج خلص قط التصوير قط التصوير قط التصوير خلص البرنامج ايش حدا فاصل ونعود فاصل ونعود فاصل ونفاصل طيب عامر يعني منيح انه في برنامج انه باي خيا باي خيا باي خيا خيا في خيا خيا ماسك هون استوديو حسابه اشتقنا لك كثير حبيبي حبيبي وانت خيت لنا يعني شيء البرنامج تاعكم شيء بقطع دلد شكرا لكم شكرا لك يعطيك العافيه خيا الله على خير فركونا ريحه طيبني انت خيا بدك تروح انا تعال احكي معك عجل تعال ضر فرجيك زلني تعال مره يلا انا جاي باي خيا باي خيا عامر حلاحل في زياره خاطفه الى البلاد ما والله بنشتعل شوي البلد قلنا بنيجي طول العيلة والصحاب والقرايب حلو انك محافظ على العلاقة مع الجذور لا انا بحب البلد بحب اجي زيارات على البلد حلو زيارات البلد يا اخي البلد بضل البلد والواحد يعني عن جد منيح اللي فيه البرنامج اللي قدرنا انه نشوفك وايمن مع بعض احنا الاربعة كنا مع بعض انا بنقول شايفك انا مش شايفه على وراي احنا كنا مع لازم الناس تعرف عشان الشفافية كان لنا عرض مرتب مسرحية ساعتين مسرحية ساعتين واحدة من المسرحيات الطوال في تاريخ المسرح الفلسطيني مع استراحة كنا نستريح صح؟ الا انت كان انا كنت استريح صحون زدت لي صحون بعد الصحون زمان كنا صغار وشباب استنى انت كنت ابوها انا كنت بنته بنته كنتوا تحبوا بعض لليوم نحب بعض وابوها مش قبلان وانت كنت الخادم انا طلعت امي الخادم هي صارت لنا فعلا لليوم الصيغه الهنديه تبعت المسرحيه انا بطلع امي هو بربيني بلاقيني بالشارع استنى شو انت كنت ما في شيء باتريسا من كلاريسا لا باتريسا انت كلاريسا كلاريسا باتريسا كانت أمال بدلت أمال قيس صرت صح صرت انت السيد صح الثاني الاول او الثاني بعدين صرت باتريسا بنطلوني 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 وترفالدينو ترفالدينو يعني بحسها شوكولاته ترفالدينو ترفالدينو كان هي اكثر صفط صفط بيجي بصفات اكثر ترفالدينو عامر نعم من وين ما انتوا بتصيرش تجيبوا ايمن نحاس تعدوه حدي يا ساكت بدكم نعمل يعني مقابله عاديه يعني انا اجا اقدر اجاوب يلا عامر احكي لها عن سفراتك احكي لها احكي لها من وين رايح ولوين جاي جيت اخر وين انت من وين نبدا نعد من وين من 2000 سفراتك اخر سفراتي من وين انت كنت سنغافوره كنت سنغافور اخر شيء سنغافوره وكندا كندا تورونتو وراي على أستراليا كمان مرة. العروض. العروض مسرحية طه. كنت بأستراليا الإنجليزية كنت بأستراليا. شو سيت الشاحن رايح ترجع تهود. لا إنه شو اسمه حبوا المسرحية جيكلون. حبوا المسرحية. فعزمونا على كمان محل. عزمونا على ملبورن على المركز الفنون بملبورن. بتعملها بالعربي؟ لا بالإنجليزي هذا. بالعربي الإنجليزي. عربي الإنجليزي. العربي الإنجليزي كيف؟ كيف بستقبلوا الجمهور الأجنبي الإنجلي. بشكل عام يعني الجمهور الأجنبي أستراليا كندا سنغافورة أو سنغافورة المادة أو النص العربي وكل ما تحمله يعني من مضمون بتحكي قصة النكبة وكيف إحنا تهجرنا ورجعنا بدي أبدأ من الآخر اللي هو الشعور اللي عم بصيبنا بآخر فترة مع العروض مع الجمهور العالمي إنه فجأة المسرحية اللي هي بالنسبة لنا بالبلد مسرحية
عم تحكي قصة بنحكيها كل الوقت، كل واحد بحاول كل مرة يعيد صياغتها بشكل معين وهيك، وفجأة انه احنا كأنه كان كل الهم انه فنيا تنجح وتزبط على الجمهور وانه يقدر يستقبلها ويستوعبها ويفهمها، وفجأة انه مع الجمهور هذا عم بيصير انه الجمهور هذا بتصفي هي المسرحية عم تشرح له القصة من مصدر اول لاول مرة. يعني كتير جمهور بيجي بعد لاي انه احنا اول مرة بنسمع قصة الشعب الفلسطيني بهذا الشكل، وببطل هو عناوين اخبار تبعت انه اسرائيل وفلسطين وتقسيمات وحدود واحتلال وحرب، وهي انه اول مره احنا بنفهم القصه الفلسطينيه بهذا الشكل، وفجاه بصف المسؤوليه اكبر. فهذا هذا لانه قربته كل هاي الشعارات على مستوى الانسان، على مستوى مشاعر، مستوى قصه حب. هي بالضبط، هي احنا مشغولين كنا انه هذا ليش بقول انا بالنسبه لنا، لانه جديد، لانه بالنسبه لي كان انه كل الوقت طه هي قصة الشاعر، انه انت بدك توصل قصة طه محمد علي، انت بدك تحكي عن التجربه الانسانيه لانسان مرق 70-80 سنه بهاي البلد على هاي البقعه من الارض، والقصة تبعته هي المهمه. وفجاه بالصف بتاخذ كمان بعد اللي هو البعد تبع العام، انه القصة العامه صفت كمان مهمه بالعروض بالانجليزي. وغريب كان انه فوق التوقعات من ناحيه رده الفعل، انه قديش بتشبه رده الفعل العرب. يعني رده فعل الجمهور الفلسطيني مع رده فعل الجمهور السنغافوري تقريبا نفس الشيء، لهذا احنا كنا فاكرين انه الجمهور العالمي راح يقعد يرخي لوراء ويحضر مسرحيه اللي بتحكي له عن قصه ناس بعيده، ويضل في بعد بينه وبين القصه وما يفوت على القصه كيف الجمهور الفلسطيني لما بتماثل وبتعاطف مع قصته. فهذا كان كتير، هذا أكتر شيء غريب ما توقعتش أنا من البداية. توقعنا المسرحية توصل بشكل معين، وطلعت أنه وصلت لا بشكل تبع أنه كمان العاطفي، كمان التضامن، كمان القصة الشخصية، كمان التفاصيل الصغيرة تبعت الحياة تبعتنا الفلسطينية اللي بس إحنا بنعرفها، أنه كيف عم توصل وكيف برد فعل عليها الجمهور. هذا كان في تفاصيل مفاجئ. اللي هي غيرتوها، لينتوها، يعني كان في لائمتوها للجمهور الأجنبي؟ يعني ضروري كان، يعني احنا اشتغلنا على النص، نزار زعبي ترجم الصيغة للصيغة الإنجليزية، بس بعد الترجمة الأولى احنا طلعنا على مؤسسة ساندانس بأمريكا اللي عملنا مختبر، في عنده المختبر المسرح اللي بيعملوا 3 أسابيع شغل على تطوير نصوص. فطلعنا اشتغلنا مع مخرج ورشي، مع مخرج أمريكي وممثل أمريكي، وهن طرحوا كل الأسئلة اللي بترودهم كغرباء عن هذا النص، شو هن مش فاهمين منه وشو لازم نفهم. فالنص الإنجليزي كأنه في إعادة كتابة وصياغة، وفيه وضع انه انت لما انت بتقول فتت على البيت نقول بالتهجير، انت بس انت بتوصف انه اجوا طيارتين وبتعمل صوت الانفجار بتمك، الناس كلها اللي بالجمهور الفلسطيني بيعرف انه هاي النكبه، احنا بلشنا النكبه، الجمهور العالمي بيعرفش هذا الشيء. فانت بدك تحطه في السياق، التاريخ والمكان والزمان والبلد، وبدك تشرح له عن الجو العام تبعه، وبنفس الوقت بدك تحاول انك ما تفقدش المسرحيه وتصفي محاضره وتحافظ على الشيء الفني الاساسي اللي انت عشانه عم تعمل هذا العرض، اللي هو الصياغه الفنيه في روايه القصه من اول وجديد. فهذا كان 3 أسابيع كانوا هن، يعني أنا بفكر لهم كتير فضل إنه المسرحية بالإنجليزي ما وصلت إنه هي بس ترجمة. مساء الخير أستاذ. مش عاجبه؟ بسمع حلو بسمع مصلح عليك طرف عين. كمل لنا بالنسبه ركز على المهم، بتركز استاذ بالمقابل تبعك اهم شيء، انا باجي بحلقه ثانيه. انت تسهل خلص، مش اخذنا خيار مساج 40 هون عشان خيا بس انا اعطيتك تدقيق 40 دقيقه كان المساج تخلص المسرحيه. فهذا بكبير بعد اذنك بقى اطلع حديثك خيا ايمن. فكان إلى فضل الورشة هاي إنه تحويل النص لصيغة إنجليزية، ومش بس ترجمته من الصيغة العربية، وإنه يقف العرض بدون علاقة بس للعربي، وهذا كتير ساعد إنه أنت تقدر تلتقي مع جمهور اللي ما بيعرف عنك إشي إطلاقاً،
وما بعرف من وين انت جاي وجمهور اللي في جزء منه بالنسبه له فلسطين وباكستان هن نفس المحل لانه هن بيعنوش شيء هن بس بيعنوا انه انت جاي من الشرق وهذا هو انت كانه احنا عالم اول وانت جاي من العالم الثالث وهذا هاي ويا حرام انت بس مش مهم شو صابك مش مهم بدناش نعرف فانه هذا تقعده وتحكي له القصه ويرجع يطلع كانه المره الجاي لما بسمع كلمه فلسطين بفرقها بين باكستان وبين بين البلد اللي انت جاي منه هذا بفكر ايمن كان عندك كمان انت هيك تجربه لا ايمن لا ما كانش بايرلندا صح باسكتلندا اسكتلندا سوري 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 اسكتلندا كان عرض ستاند اب كوميدي بالانجليزي اوف نعم مش انت ساعدتنا عليه صح مش انت ما هذا اللي عم بستناها تحكي تقول انه اول شيء قلته مش انت قريته قدامك وقلت لي حلو خلص حلو مش قلت لي حلو قلت لك حلو وصلت الجاي بعد انا بعتك قلت لك روح قلت لي يلا حكيت مع الجماعه باسكتلندا يلا اخذوك لغاد ايمن قديش بدك قوه خارقه عشان عشان اعمل ايش عمل جديد ايمن 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 هو الايمن وايمن اللي بدكم اياه كانه اف قديه بده قوه بده كثير شو بده بعد 3 سنين اكثر على العرض يعني تزبط يعني تأفضل وهيك مش بس إنه تحضير وببعت نص لعامر يشوفه بيوافق عليه لأنه أنا صح أكمل لا لأنه مرته حكت معي ولا شيء تدير بالك على أيمن قلت له ولا أمه بضلها تتصل وتنق وأيمن وبعده صغير وبدك تدير بالك عليه ولحاله بحيفة لأنه أهله رجعوا على ترشيحه فمن وقت أنا ماسكه لأيمن صح لا هو شوي شوي إن شاء الله إن شاء الله بصير أنا يعني بتعرف النهاية أنا بصير بس يعني معك انت شو اسمه او قول له يعني بقول له تواضع بس قول له انا بس فبدك كثير قوه بدك تكد وتجمع مواد وتقرر وبالاخر تقرر اي عرضك تساوي يعني شو العرض على ايش العرض وباللحظه انا بتذكر الايمان عم بتذكر شو قبل 3 اشهر 4 اشهر لما فهمت قصه البطل الخارق فهمت العرض ايش بدي اسوي فيه فبدك كثير بدك تدوري على مواد وتسجلي وتفكر او تسجل عشان بدي احكي معك اثنين لا تسجلوا احكي بالنص انا وخلص تسجل المواد اللي بتفكر فيها وتكتب وتجربها وتلاقي اي دماغ تشتغل وتفرجيها لناس بقول لك لا مش حلو اذا كانوا بالبلاد ما هو راح مش ضرب علي ما هو وين عملت العرض تاعك باي تاريخ العرض تاعك بسنغافوره 4/5 نفس يوم التاريخ خرب لي جمهور السنغافوري ما جاش على العرض انا قلت لهم بتضرب تعالوا اعطاها كم تطاها ببلاش وهيك بس هو قال انه اذا بتقدروش تيجوا على سنغافوره روحوا على العرض ايمن ما هو هيك قال شعار على الفيسبوك كتبت بشجع كل عمري بشجع حبيبي بعرف ومن سنغافوره كان قلبي معك على فكره مش عملت لك لايك هذيك المره مش حطيت انك انت عملت عرض وعندك كمان عرض حط لك لايك يعني انه حبيت الى الامام ونفتخر فيك يا عمي شو اخباركم انتم كيف الشغل شو جميل شو اخر اعمالك والله انا بالتلفزيون وانا ولنا وعم نرجع ذكريات الميدان خادم السيدين خادم السيدين احنا والقصه ما فيها كمان كنا مع بعض لا القصه ما فيها صح القصه ما فيها 2003 اخر 2003 طلعنا فيها مع بعض لا 2003 اخر 2003 وبعدين هي طلعت صح 2004 طلعت مظبوط اول عرض فيها عندنا كثير اعمال سوا رجحوا البهلول عمر ومع انا وياك وجميل بمش دافعين صح مش دافعين وانا وياك بملحقه او انت حالك بملحقه انا معك كجنب لحقت لها وانا يعني هيك مش دافعين لما كانه شو اسمه طيب شو عملنا الجاي شو بدنا نعمل شو عملنا الجاي لا مش عارف يعني حسب الوضع بالبلد واضح انه يعني الاعمال الجاي مش كثير بشكل جاي بشكل جاي اذا عم تحكي عن الوضع بالبلد شو عم بيصير بالمسارح يعني وضع الميدان مسرح الميدان مش معروف هل في حتلانات هل في مسارح تانية مسارح بديله شو الوضع في مستقبل مش عم بنزل في مستقبل لمين للميدان للميدان أو الحركة المسرحية ككل هون عنا إحنا. أنا بفكر هيك أنا بفكر يعني في ضربتين أكلوها البلد من ناحية مسارح اللي هي القصبة والميدان برضو القصبة فات بضائقة مادية كتير كبيرة واليوم هو تقريبا مشلول ومش عم بيقدر يشتغل والميدان نفس الشيء اللي عم بمره أنا بفكر إنه إحنا بمرحلة إنه هذا أول إنتاج الشخصي هذا
في جانب طبعا اذا بتطلع على البلد اخر سنتين الانتاجات أحيح. الشخصيه بالعكس كانه كترت وانه الناس بتقالت رجعت لورا وقال طيب اوكي انا لازم نتكل على حالنا من اول وجديد واحنا لازم نطلع عملنا واحنا لازم نعمل واحنا لازم نتحرك لانه المسارح والمؤسسات المفروض هي المركزيه اللي تحميك كفنان كفرد وانت تنتج من خلالها هي مش موجوده صح. عم تنعدم فهذا زاد من ناحيه ثانيه احنا بنعرف عشان تعمل حركه حقيقيه مستديمه اللي تقدر تعيش وتقدر تورث حركه واعمال انت بحاجه للمؤسسه بالاخر بحاجه للمؤسسات الكبيره اللي هي تكون تحمي يعني اذا بنطلع على التجربه اليوم تجربه مسرح خشبي اللي هي تجربة رائعة وجميلة جداً وجريئة برضو بوسط هذا الخراب انك انت تقول انا بدي ابني المؤسسة ولكن خشبة بتأمل انه اليوم هني عم بحاولوا تفكيرهم شوي انه يكبروا هاي الفكرة اللي اسمها خشبة انه خشبة لما قام على اساس انه هو فرقة مسرحية بتشتغل بشكل بديل للمركز اللي هو موجود ومستقل بغض النظر عن الاستقلالية أنا عم بحكي فنيا أنه فنيا خشب قام على أساس أنه في مركز وفي مسرح اللي هو جمهوري هات نسميه اللي هو بحكي للشرائح الواسعة اللي هو الميدان إجابة بديل إيه؟ وهو فنيا إجا يقول أنا بدي أطرح اللغة الفنية البديلة في هاي البلد اللي هي ما إلهاش مؤسس اليوم تحضنها عن جد بشكل مستقل وحقيقي ولكن اليوم خشب صفة هو المركز تبع حيفا من ناحية الإنتاج المسرحي واللي هو مع كل الحب وكل عن جد كل الاحترام للتجربة اللي عم بتصير المكان نفسه ما بيقدر يستوعب انه يكون مركز الحدث المسرحي في البلد بس كمان عامر ما قطع عن الحديث لا احكي لا انا مش لازم كمان تجربة خشبة هي تجربة تطورت اخر كان السنة يعني مش بس انه يعني بلشوا كمجموعة شوي شوي فتحوا مجموعات تانية شوي شوي عملوا مهرجان اللي هم ما اشتركوش فيه وشيلي العرض القصير ففي إشي عندهم كمان كمجموعة فتح أكتر وشوي شوي كمان هالسنة صار في أعمال فيها ناس من برا يعني أنا لما اشتركت معهم في إشي ناس مش من داخل ضمن خشبي بتخيل هاي صاروره كمان معينة تبعتهم لنضوج معينة لا ده بقول عم بقى بتأمل إنه عم بتحركوا باتجاه إنه يصفوا صح مسرح المؤسسة هاي هذا زي أوف برودواي يصفي برودواي يصفي برودواي مش أوف مش عندك برودواي وبالنهاية كمان شغلة على قصة الميدان اللي هو خطر برأيي كتير صارت يعني في إشي يمكن صار إسا عند كتير مؤسسات ثقافية اليوم اللي صارت تخاف تحكي أو تعمل أي عمل يعني اليوم المسرح الميدان على مسرحية الزمن الموازي صارت على درجة كبيرة أنا بشك أو أنا اليوم بتعنقول بخاف على باقي المسارح اللي حابة تعمل أعمال سياسية أو تذكر أي موضوع سياسي بهاي البلد وبتأخذ ميزانيات من الوزارة تصفى المسارح عم بتقول لا بتعرف شو بلاش إسا نعمل هذا العمل تعالوا نستنى نعمل إشي تاني بمسش بين قوسين بمشاعر الدولة وبمسش بالشغلات تعالوا نبعد نحيد شوية صغير وهذا يعني مرات بيكون بقصد ومرات مش بقصد مرات كأنه أنت بتتروض بغيرك يعني اللي صار مع الميدان هي بيروض الناس اللي حواليك وهذا خطر هذا خطر كتير كبير لازم نوعاله والكل يعالوا يعني بالنهاية كانوا علاقة مع المؤسسة لازم تنبنى بشكل تاني المؤسسة عم بتضيق المساحة مساحة التعبير الميدان هو كان هو مخطط واضح وهذا عم بجيب نتائج مش بس بالمسرح الفلسطيني حتى عم بجيب نتائج على عم بأثر حتى على المسرح الإسرائيلي إنه في مخطط واضح من الحكومة والسلطة إنه عن طريق الميدان يتم ضرب حرية التعبير في هاي البلد مش بس للفلسطينيين والخطير انه احنا حكيناه كمان لما بلشت الازمه من اول جديد بنهايه 2016 بدايه 2017 قلنا انه الميدان هو درس اذا الميدان خسر المعركه هاي معناته الكل خسر اذا الميدان ربحها يعني اذا اليوم الميدان تنازل كان عن مسرحيه الزمن الموازي وهذا كان واضح الشرط واضح وصريح انه اذا بتتنازلوا عن مسرحيه الزمن الموازي الميزانيات بترجع بشكل عادي طبيعي وبترجعوا تكملوا عادي ولكن وكان في اصوات تقول عم هات ننزل الزمن الموازي بس عشان نقدر نرجع شويه المصاري بتقول انت بترجع المصاري صحيح ولكن ولا حدا بيقدر تحتم وبعد انت بتصفي الشرطة على نفسك انت بتصفي اذا انت تنزلت عن زمن الموازي انت مرتي جاي مش بحاجة لميري ريجف توقف لك مسرحية وتوقف لك ميزانيات انت بتوقف الميزانيات تبعتك عشان تحافظ عليها وهذا اللي عم بيصير هذا تأثيره على كل البلد اذا الميدان ما بيكسب المحكمة
بس اللي قريبة سنين عامر. لا بس هي السياسة اليوم جدا مكشوفة، قبل كانت صارت مكشوفة أكتر، صارت مكشوفة واضحة، وبقول لك أنا اليوم صح بس واضحة، وصاروا عم بيسووها كمان مع المجتمع، على المجتمع الإسرائيلي. مسرح الميدان طلع مرة، طلع مرة على تونس مسرح الميدان بدايات الألفين، بداياته للمسرح طلعوا على تونس باسم المسرح فلسطيني، وصار وقتها استجواب للإدارة تبعت الهاي في مكاتب الوزارة، بس هذا الاستجواب وقف عند هذا الاستجواب، إنه الأداة اللي كانوا يستعملوها تبع إنه تعال إحنا عارفين دير بالك، هذا اللي كانوا يقولوا إنه إحنا عارفين، إحنا مراقبين وإحنا عارفين وإحنا تقدرش تعملوا أشياء بدون ما إحنا نعرف، هذا لأنه كان بان ما يقولوا لأنه في الأخ الكبير البيج براذر قاعد من فوقك وإنه إحنا شايفين، فأنت بدك تعمل كل الوقت حساباته وكأنه تعرف إنه بالسقف فوق، فوق السقف في حدا. اليوم هذا السقف انعدم، بقول لك إحنا حبيبي إحنا البيت مفتوح، هذا إحنا جوا إحنا منقرر لك كمان، أنت بدك تمشي حسب شو إحنا منفكر، مش بس إنه إحنا مسكين لك أداة العصاية من بعيد، إنما إحنا بنجلد فيها كمان، إحنا بنضربك فيها. فهذا هذا الفرق اليوم بين شو كان بالسنين. المرة استعملت الأداة. بتستعمل بتستعمل وعم تستعمل بشكل كتير قاسي يعني. والمرة جايب حاجة بس اللوحوا فيها، فيش حاجة استعملها. خلص إذا فشل الميدان في المحكمة، إذا خسر المحكمة معناته هذا انتصار لفشية الحكومة الموجودة، وهذا خطر على كل مؤسسات البلد اللي بتتعامل مع الأموال. قديش تجندت الجماهير لفتح الميدان من أول وجديد، لأنه كان في محاولة إنه الجمهور يفتح الميدان، قديش كان في تجاوب يعني؟ للأسف التجاوب واضحة، النتيجة واضحة يعني المسرح اليوم ما انفتحش. ليش؟ ليش أنا أقول لك، أنا قبل يعني عشان الواحد يكون بالبداية مش جلد للذات من ناحية شو المسرح، ولكن بالمكتوب اللي أنا كتبته لما استقلت من مسرح الميدان، انه احنا فشلنا جماهيريا لانه هذا الفشل هو تراكم تبع عشرات سنين، هذا مش فشل بالازمه بس، انه الميدان باغلب فتراته باغلبها مش كلها، في فترات وهي جدا قصيره تيجي سنه او سنه ونص المحل هذا يفتح ويبدا يبني حواليه جمهور وبعدين يعاود كل شيء، انه الميدان فشل باغلب فتراته انه يحط حاله كمركز فني ثقافي اللي البلد بحاجته، هذا ولا مرة كان في تخطيط أصلاً استراتيجي لإله. الميدان عمره 22 سنة 23 سنة لحد اليوم، أنه التخطيط مثلاً نقول لأعضاء لمشتركين للميدان، هذا التفكير بلش في بداية تأسيس الميدان سنة 95 وطلع مع خروج يوسف أبو وردي من مسرح الميدان، هو وإياد سلايم اللي كانوا مسكين الإدارة والفرقة من 1995 ل 2014، تأسيس أنك أنت تكون جسم مؤثر فعال اللي تبني جمهور بشكل دائم حقيقي على مدار 22 سنة، هذا ما كانش موجود عند المؤسسة. المؤسسة كانت اللي اسمها الميدان كانت راضية على أنه هي بتاخد الميزانية من الوزارة، بتاخد ميزانية من البلدية، وعلى قدر هاي الميزانية احنا بنعمل، وهذا وإحنا بنعمل المينيموم اللي علينا، وهذا هو. هذا يمكن ينسمع اتهام لأشخاص، هذا مش اتهام لأشخاص، هذا اتهام للجميع بما فيهم اللي قاعدين هنا كمان إحنا كلنا، إنه إحنا ولا مرة فكرنا بشكل مؤسسي إنه إحنا نبني حركة مسرحية حقيقية للبلد تصير بحاجتها. الجمهور مش بحاجة الميدان، سكر الميدان الجمهور مش بحاجته، الجمهور ما حس إنه هو فقد إشي عن جد حقيقي. اللي فرقت معهم هن 300-400 شخص اللي هن قراب على المؤسسة بشكل فعلي ودايم، أو هن فنانين وهن ناس اللي في تعويض عندك، في تعويض عندك مونديال، عندك عراس. ديزني نسمع. طيب بدنا نطلع على فصل إعلاني يا جماعة، إعلانات يعني دعايات نقوله دعايات. وإيش في هاي دعايات؟ شو اليوم ونرجع مش عارف. أعزائي المشاهدين، تمت السيطرة على استديوهات قناة مساواة، عدنا إليكم مع برنامج بنحكي لبلد، معكم عامر حليحل وأيمن نحاس. مساء الخير، مساء الخير أيمن، مبروك، بارك فيك الشغل الجديد إن شاء الله، نوعد إن شاء الله كله برنامج جديد بكل هاي. مساء الخير جميل خوري، مساء الخير لنا زريق، لنا ضيوفنا في الاستوديو لنا زريق وجميل خوري. الله كريم، احنا كثير فخورين انكم معنا، احنا قلنا هاي بدنا نفوت دغري بالأسئلة، احنا بعدين اشتغلنا مع بعض الأربعة. لنا انت سافرتي على لندن مره قبل كثير وقت، تحكي لنا عن التجربه، شو رجعك لهون؟ بعرفش. حلو جميل، انت كمان سافرت اكيد مره. طيب شكرا، حلو كثير. كيف طيب ايمن؟ عرض ايمن حبيبي. بلاحظ انه عندك انت عاده بالعروض تبعتك عامر
كون اكثر طبيعي خيي على الكاميرا. شباب احنا بنص لقاء. كون اكثر طبيعي. معلش جميل حبيبي. لا بنفعش هاي الجديه، بدك تكون اكثر طبيعي، بدك هيك كنترول كنترول. اه لا لا انت جدي، انت لنا انت الاكثر طبيعي. انا لنا وجميل بنفس الوقت. هون لنا ايمن اخي، انا حاسس انه انا مش مرتاح هون. الاسئله طلع الاسئله محضرين اياها. انا مش عجبتني الاسئله. اسمع 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 طلع. شاركت في وقدمت عروض خائلي وخارج البلاد وعلى كباريه. ليش شاركنا تفاصيل التجربه؟ هل تنتظرون عرضا جديدا بين ستاند اب والعروض المنفرد والعروض الجماعيه؟ ايوه تفضل. شو الاسئله؟ ما سالتنيش هالاسئله. هي الاعداد. اسمع شو ملان كنت ولكن فين ملان ولكن اسمع اسمع قديش مش محضرين حالهم. قال شو جديدك؟ في مشاريع. هذا سؤال بعد بنسال، هذا بعد بيسالوه. صار عندي سؤال. هذا بالثمانينات كانوا يسالوه. ايش تسال ثاني؟ شو عطرك المفضل؟ شو عطرك؟ احكي لي عن بداياتك. بداياتي هل شجعوك اهلك؟ اهلك شجعوك؟ سبحت اهلي شجعوني. لا بنشيري زي اي فنان الفن انا ابوي لحد اليوم بعده بده اتعلم محامي او مهندس. انا لليوم بعده مقتنع انه انا محامي او مهندس. لليوم بعده بقول لي روح يا زلمه سوي لك شغله بعد العروض. انا تعلمت حسابات، انا مدير حسابات درجه 3 هاي جزء. عن جد ابوي لحد اليوم بيقنعني اشتغل فيها. ما معك شهاده اشتغل فيها. بس بدي اقول لك شغله، هل طريق الفنان مرصوفه بالاشواك؟ مرصوفة بالأشواك، مرصوفة ببلط شوك، بعدين بتجيب فوقة بتحط بتحطها يا أشواك. وأهم سؤال، هل الفن بطعم خبز؟ هذا سؤال لقطوا لقطوا. عندي السؤال الأهم، من هو الممثل الحقيقي؟ من هو الفنان الحقيقي؟ في كمان سؤال، إيش تشتغل؟ إيش تشتغل؟ إيش تشتغل؟ بسألك ممثل. لا لا عن جد إيش تشتغل؟ بشتغل ممثل. لا لا عن جد هذا انا شوي بطلت مرتاح بالقعده هون. انا فكر الكراسي مش مريحه. هسه فهمت ليش شو اسمه هم شوي مش عم بتقدم اللقاء. فكره الكراسي من هون مش بطال. بنفع تعال نرجع محلاتنا. مش انت ايمن؟ انا ايمن طبعا. بنفع ترجعنا بلحظه لمحلنا حبيبي؟ غمض عينيك. هات ايدك. قرب علي. لا غمض عينيك بس بلحظه انا بوصلك معنا. واحد اثنين. بس بس خربط كوسين. مش مهم مش مهم خليك يعطيك العافيه خي ايمن. احنا بنخدم والله شغلتكم صعبه يا اخي. شايف تقعدوا على الكنبايه مريحه كثير شيء صعب. حس حالي بزنس كلاس. ايمن انا دائما هيك بدي اسالك شغله يعني. طب اسالني بتسيش شوي بغار انا او ارشدني عن جد صراحه. هي انا بعرفش اكتب او اقعد وافكر وتطلع مني افكار واكتبها بتزبطش معي. شو كيف تزبط معك؟ السرقه بتسرق من شو في طقوس في شو بعرفنا. بلبس روب. بتعطي ورشات انت كمان؟ بعطي ورشات ستاند اب. طلع هذا الشيء تطور شوي شوي مع الوقت يعني. وسط تجمع مواد تكتب، هي الفكره تكتب ملاحظات صغيره كل الوقت. اول مره بسجل، اليوم بسجل على التليفون كل شيء كانه بلاقيني ماشي بالسياره بعدين بسمع كل شيء. هذا العلم تطور. شوف لوين وصلنا اليوم. في فيسبوك اليوم، في فيسبوك بالعالم. بس هي الفكره يعني. انا كيف بشتغل طريقتي انه بكتب ملاحظات صغيره او افكار، بعدين ببدا احط كل شيء قدامي فبالنهايه بدك تضل تجرب كثير تكتب. الورشات اللي بعطيها بالستاند اب يعني جد كيف تلاقي هاي الملاحظات، كيف تصيغها وكيف تطلع منها مشهد بالاخر او مونولوج تبع ستاند اب كوميدي، مع ترتيب الطريقه، مع انك انت تعطي كيف تقدم، كيف تكون عارض بيرفورمر للستاند اب. بس هذا إشي تطور، مش انه تعلمته يعني، انه تعلمنا مسرح احنا، بس هذا بفيدش بشيء. بدك تطور حالك والاشياء. انت اضطريت انك تاجل او تلغي عرضك 25/5؟ وشو السبب وانت عرضك الجاي؟ شو السبب؟ السبب كان العرض الثاني بحيفا، كان الايمان. السبب انه الاوضاع يعني حزينه جدا. احنا يعني بدينا الاوضاع قبل رمضان بشوي كمان اللي صار بغزه، اللي هو طبعا اوضاع مش كمان مش هوينه يعني نفسيا. فاول شيء نفسيتي كانت تعبانه كثير زي كثار مننا ومتضايقين وصعب. وفي وضع عام بالبلد اللي انت بدك تطلع يعني تقول اسا في عرض كوميدي تعالوا نضحك. فارتقينا وشفت صح اكثر انه هاجل، مش تتصير الاوضاع احسن لانه بدها وقت شوي، بس على ايدي شوي الامور نحس راقت شوي صغيره. بالنهايه العروض هاي شغل عم نشتغله احنا يعني، ما اظنش في حدا لغى شغله عشان هو، بس كانه بالنهايه انت عم تعمل عرض كوميدي،
عرض ستاند اب بدك تدعي له بدك تعمل اشياء تكتب تقيم تحط الجو ما كانش صح هون الفنان بتاثر اكثر من غيره صح من قاعد ب مكتب شركه الى اخره اصعب شيء تكون فنان شعب منكوب صح انه انت ما كان يعني لازم كمان فوق انه تكون حساس الحاله هيك هيك تحمل الحاله انك بتحملها وانك انت مجبور كمان تتماشى معها وانت بصفي عار مع انه الحالة اللي بتصير انه يعني اذا بطلع على باقي محلات وهي اذا بصير اي حادثة ما فيش عروض بتلتغى بقول لك انه صح. في حياة بتكمل واحنا بس للبلد هون كتير كتير صعب انك انت تتغاضى عن هذا وتقول انا عم بعمل شغلي وحقك انت عم تعمل شغلك زي ما المواسرجي بيروح على شغله والدكتور بيروح على شغله والحياة كأنه مفروض تكمل وفنان بيعمل شغله بس بصير صعب نفسيا انك انت تقول انا بدي اجمع الناس اللي هي نفسها اللي عم بتكون بالمظاهرات وهي نفسها اللي قاعده قبال التلفزيون وعم بتشوف اللي عم بيصير بغزه وعم بتشوف عم بكيف عم بنزلوا الناس كانه زي بلعبه بلاي ستيشن بدون ولا اي حساسيه ببرود تام تبع جهاز هالقد قاسي صعب تفصل هذا وتقول انا ازدواجيه انك انت اليوم عم بعم يعني حسيت عند حالي انه انا اليوم زعلان وغضبان جدا وبمحل تبع انه عم تكتب بتعزي شعبك وتعزي حالك بالشهداء وبالوضع اللي انت فيه وملان غضب وحزن كبير فجاه ثاني يوم انت تقلب لانه تعالوا نعمل عرض وتعالوا احضروا العرض وتحكوا معنا العرض طبعا فيه مضامين سياسيه واجتماعيه والاخر بس من هاي القلب هاي كانت صعبه علي فهسه عيان عرض جديد رح يكون ب9/6 وين بمسرح الميدان بحيفا طبعا هذا رح يكون بدايه لعده عروض رح تكون بالناصره بالشمال بكثير محلات للايمان للعرض هذا على امل انه زي ما كتبت نضحك بعدين فانه مهم نضلنا نحافظ مرات نضحك ونحزن لما في حاجة ونضحك لما في حاجة ايش كمان بتحكي بأيمن ايش غير انا اخذت موضوع البطولة تبعتي تبعتنا تبعت كل واحد فينا انه مين بطل انا بطل واحدة من الاشياء اللي خلتني افكر كثير موضوع اولادي انه اولادي بيشوفوني هقوى واحد بالعالم طبعا حكي فاضي يعني غير انه ارفع اكياس مشتريات قالوا احنا كلنا هيك انه ارفع اكياس مشتريات وامشي فيهم يعني مره قالوا لواحد بشي حديقه العاب عم بيلعب ابوي واحد بيجي بكسرك قلت له بلاش ناكل قتلي فاولادي بيشوفوني بطل كبير فشوي شوي الاشي صار يتطور انه انا بحاجه يوميا كل واحد فينا بحاجه كابو او كام تكون بطل بعينين اولادك او هون بيشوفوك وبطولات احنا بنمشيها سياسيا اجتماعيا كل يوم نحمل اشياء كفنانين احنا بنحمل اشياء كتير علينا بدنا نحارب اشياء كتير وهذا كله مش هوين يعني بحكيها بالعرض كمان انه دائما بطلع بالعروض واعطي نصف عمري للذي يجعله طفلا باكيا يضحك وعلينا مسؤوليه كبيره فهي بطوله انك تعمل عرض ان كان كوميدي او مسرحي او اي شيء تطلع الناس من الهم اللي فيه وهي مسؤوليه كبيره صعبه فهذا بلش مع بيبدا مع الاولاد بيبدا مع حياتي الشخصيه انه احنا ملان بنين بطولات واحنا بنحب نحكي وبالاخر باصل انه احنا شاطرين وقوايا بالحكي احنا كشعب احنا قوايا كتير بالحكي يعني على الحالتين المنيحه والعاطله وقعدت طلعت قصه الايمن بما انه اسمي ايمن اذا انتبهتوا لا انا حكيت مع اهلي زمان كانوا يسموني ايمن عشان اعمل عرض الايمن كل احترام لاهلك حبيبي تسلم ولولا دعم اهلي اللي سموني ايمن وكنت طبعا اسمي عامر شو اسمي عامر عامر من على سيره عامر نعم ترجع للكوميديا بتعمل كوميديا برجع يعني في عندك المشخصاتي طبعا يعني انا يعني بفكر انه شو اسمه بفكر انه دورك هو مش دور يعني انا تصنيف انك انت كوميدي او تراجيدي او انا من كل الوقت بقول انه هو كانه انا ما بعني لي شيء يعني انا الماده اللي حابب ادور فيها بالشكل اللي حابب ادور فيه بدون علاقه لشو هو اذا انت بتعمل طاها ولا بتعمل مشخصاتي هن جايين من نفس المصدر لانه بس هذا شكله لازم يكون هيك وهذا شكله لازم يكون هيك وهذا طبيعي انه الخيار انك انا بفكر انك تحصر حالك بمحل وتقول انا هاي خانتي لانه بالصف انت ممثل تراجيدي فانه مش من قيمتك تعمل كوميديا انا بفكر انه هذا يعني هذا كانه ضربه بالمخ شو قصدك انه اللي بقوله هيك بفكر انه الشغل على الكوميديا بكثير اصعب من كوميديا هي كمان جانري بتتطلب نفس المجهود اذا مش اكبر عشان انت تقدر تطلع بالنتيجه المنيحه توقيت على هاي وهذا كوميديان مخيف كلنا اللي بيعرف يضحك الناس وبيع شو اسمه
هاي شو اسمه هذا، هاي هديه كثير كبيره. شو مع دورك بظاهر العمر؟ مسرحية ظاهر العمر هل راح يكون في لها عروض؟ المشكلة ظاهر العمر أنا معطل عروضها يعني على الأغلب. يعني لما بيجي المسرح الوطني الفلسطيني بالقدس بحاول يعمل عروض، عادة عم تتضارب بيني وبين العروض المواعيد. والصراحة عندي كتير بعد جوع لهاي المادة، انه هي ما اختمرتش العروض تبعتها. يعني احنا عملنا كم عرض في القدس وعرض في حيفا وعرض في نابلس، وهذا هو، وكان وكل الوقت انا بعدنا بحاجة كان انه تختمر وتصير العرض هذا يلتقي مع الجمهور بشكله الكامل المتكامل اللي احنا صراحة بعدنا ما وصلناهوش، يعني لانه ما لحقنا نجرب عروض يعني متتالية، عروض متتالية وعروض مجموعة عروض. احنا كلنا هنا ممثلين، بتعرف انه عشان يثبت العرض انت بدك 10-15 عرض بالجمهور عشان تقول انا لسه بقدر ابدا اعرض. انا بعرفه للعرض خلاص، بعرفه متمكن منه، بعرف تبعته بتعمل عصر عروض الحاله تبعتنا بطل في عروض. وصفى ظاهر العمر شوي وشخصيه جدا صعبه لانك انت عم تبحث على حدا اللي هو كان ايقوني، والناس كأنه ظاهر العمر مارق من جنب ذان كل الناس بس مش عن جد بنعرف عنه إشي. فصفة وفي مسؤولية أنك تأخذ رواية لكاتب كبير مثل إبراهيم نصر الله، أنك تقوم فيها وتعطيها وتوفيها حقها وتقدر توقف فيها للجمهور. ففي حاليا في نوع من حسرة وجوع أنه لازم يصير ويتحرك من أول وجديد ظاهر العمر. حلو، بيصير هاي الظاهر. عندك فيران تجارب اللي حواليا يعني اصدار؟ بعرفش في ناس بتجرب عليها المواد ولا لا؟ مش كتير. غير عامر بشارك اصحاب، يعني عامر واحد منهم. عامر فار صغير او كبير بس تشير اصحاب. زوجتي طبعا هي مقياس كتير قوي، وعادة متبهدلني شو هذا طبعاً، ولا لا ولا بس حلو، قلت له طيب خلص تسمع شو رايك. في احساس انه زوجاتنا بشكل عام، يعني زوجاتنا اهل الزام، انه هن اكثر ناس يعني كانه ضدنا. هي هاي بدك بهدلش حالك تتحجز، روح اشتغل شغل عادي، روح اشتغل زي العالم. سوري سهير صحر هو، انا مشيت معه عشان برنامج دفعونا. بس بالنهايه هي تجربه بتصفي، كانه مرات قدام تجرب على الناس اللي بتشوفهم حواليك. بس لا، في عندي اصدقاء عارضين بجربوا كل وقت، انا بسترجيش بضل كانه بفحص ماكسيم بتزبطش، يعني بكون انا فار تجارب نفسي. بس زي ما في مجموعه اصدقاء اللي بقصدهم انه شو رايك بالفكره، شو رايك هيك. سؤال، بعد ما اتنيناتكو اخرجتوا اعمال وبعدين عودتوا اشتغلتوا مع مخرجين، كيف كانت النقله؟ يعني قديش كان سهل عليكوا انه شخص تاني عم بيخرج وبعد ما انتو كنتوا صرتوا عاملين الاعمال؟ انا لي كثير بريح، كان كثير بريح. ايش انك تكون مخرج ولا ممثل؟ ليه هالمسؤوليه؟ ممثل انت بتصفي بايدين حدا غير انه انا مش قصه مريح اكثر، انه كان في شيء اكثر اقل عبء انتاجيا بشكل عام، كنا نخرج وننتج مرات عدد من الاشياء. فكان لي نقلة لذيذة، لأنه فجأة بتكتشفي في أشياء بده حدا يجي يمسكها ويشتغل فيها بطريقته. وكإخراج أنت من برا كباريه مثلا، كانت التجربة بعد كثير وقت ما اشتغلتش كممثل، يعني من الزمن الموازي كان عندي للكباريه، وخلالها كان عندي تجارب اللي هي إخراجية أو بالستاند أب كوميدي اللي هو كمان بيختلف الوضع، أنت لحالك أغلب الوقت. فكان لي أهون، إنه كان فجأة إنه بقدر أرتاح، بقدر أكون ممثل وفي مخرج بوجهك لوين تروح، ولسه تقول أنا مخصنيش بين قوسين. بس هاي النقلة لذيذة مرات، فيها إشي حلو. وأنا بفكر إسا عامر بحكي بس أنا لإلي كانت التجربة دائما تبعت الإخراج هي عبارة عن هيك، عن حب للإشي، مش أكتر إنه بدي أمتهن موضوع الإخراج، إنه كان في أشياء مثيرة إنه بدي أسويها، مش إنه بدي أصير مخرج. بس دائما الواحد بيشتاق للخشبي، بيشتاق يكون غاد، ما يكونش برا، في اشي غاد ببرا انت بتقول بدي امثل.
خذوا استاذ عامر شو رايك؟ لا انا الى الاخراج هو اضطراري كان يعني كل الوقت كان اضطرار بمعنى انه مرات انه تخلق فرصه العمل تبعتك وبنفس الوقت اضطرار انه في ازمه مخرجين بالبلد انه يعني اذا بتعد المخرجين اللي منتهنين الاخراج في البلد يعني هن بعبوا كفه ايد واحده اذا عبوها اليوم يعني بوقتها بالعشر سنين انت كانه اذا بدول عن جد على مخرج يمتهن بالاخراج فقط الاخراج وهي شغلته كانوا كتير قلال وصفى انه احنا بدك تعمل كمان يعني انت احنا كنا شركاء باشياء اللي هي كانه انه انت بدك تعمل اشياء اللي هي تابعه لك انت بدك تنتج الاشياء تبعتك وصفى انك بتاخذ هذا الدور لانه انزبط عليك هذا الدور لانه فجاه كانه فكرت انه بدك تعمل هذا الدور فانا صار لي كم سنه عم بتفادى الاخراج تماما لانه بفكروا الحلقه الضعيفه لانه انا كانه بغار يعني كانه بتقعد انت ممثل بدك تمثل وفجاه كانه بتقول للممثلين وبصف بالناس بتزقف لهم وانا لا هي كل الوقت كان عندي احساس بالاخراج انه هاي الحلقه هي حلقه اضطراريه وهذا مش الخيار الاساسي لا بعكس الكتابه مثلا مع انه انا بلشت كتابه متاخر من كم سنه بس بالكتابه بالنسبه لي انه انا بالنسبه لي هي خانه عم بكتب مش لانه في ازمه نصوص فيش ازمه نصوص ملان نصوص بالدنيا انه تقدر تعملها وعشان نعمل الموروث المسرحي تبع العالم احنا يعني انا يعني بكفنيش ثلاث اربع مرات اعيش وراء بعض متواصلات عشان أقدر نعمل تقدر تعمل المناح النصوص المناح بالعالم بتاريخ المسرح بس في إشي بالكتابة هالقد هو كأنه بيعمل شعور إنه هذا هاي المادة اللي بتطرحها من تيرابي إنه طبعاً أنت كأنه أنت بتحرر أفكار اللي أنت حابب تقولها للناس وبتصيغها بالشكل اللي أنت بدك إياه في 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 شيء كتير كتير جميل وبحرر وبعبي وبيعطيك إحساس وبكمل الممثل يعني وجد مش مقارنة لأنه مش راح أقارن أكيد بس إنه تجربة شكسبير علمتني إنه هذا الإشي كتير كتير ضروري شكسبير لما كان يكتب ويمثل كانت الضرورة نابعة من إنه هدول الشغلتين بيمشوا مع بعض أغلب بعض. كتاب التاريخ المسرحيين هن كمان كانوا يؤدوا الأدوار تبعت اللي بكتبوها لأنفسهم وهاي التجربة هي هاي خلتني إنه أفهم إنه أنا الحاجة تبعتي إنه أجي من هذا المحل لأنه أنا يعني في 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 انواع ممثلين بقول لك انا ما بدي اكتب ولا بدي امثل هذا هو هذا دوري بالحياه وهذا بجنن وممتاز في عنا انواع اللي انا بالنسبه لي كانه انا انه انا لا كان بدي انه في شيء ثاني لازم اعبيه كانه عندي حاجه غير انه اكون ممثل عندي كمان حاجه ثانيه فبالكتابه كانه هدول بتوافقوا مع بعض كثير بشكل جميل وتوافق خوري متواضع طب احنا حديثنا يطول ولكن وقتنا انتهى مجبورين ننهي الحلقة للأسف مع أنه ضحكنا كتير اليوم شكرا لكم عامر وأيمن شكرا كتير كمان مرة أنا بعد كتير حكي أحكي أكيد وللجمهور شكرا لكم بكرة نلاقيكم بنحكي لبلد نفس الساعة أنا وجميل كونوا على الموعد